السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أيها الأحباب الكرام، ما زلنا معكم على أثير هذه الإذاعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى، ونحن هذه الأيام أبناؤنا وبناتنا يجتازون امتحانات البكالوريا، والكثير من الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ يجأرون إلى الله ويرفعون أكف الضراعة إليه لكي يوفق أبناءهم وبناتهم للنجاح. فاللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم يا معلم موسى، علم أبناءنا وبناتنا أجمعين. اللهم يا مفهم سليمان، فهم أبناءنا وبناتنا أجمعين. اللهم يا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب، آتهم الحكمة وفصل الخطاب أجمعين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين، نسألك بجودك وكرمك أن تجعل النجاح حليف أبنائنا وبناتنا أجمعين. اللهم يا رب العالمين، لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين. اللهم لك الحمد يا من علم الملائكة المقربين. اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين. اللهم لك الحمد يا من علم الأولياء والصالحين. الله يا الله يا الله، هذه الأيام أبناؤنا وبناتنا يحتاجون إلى العون ويحتاجون إلى المدد الرباني. نسألك اللهم يا رب العالمين أن تكون وليهم، وأن تمدهم يا رحمن الرحيم بنور المعرفة، وتمدهم بنور النجاح. يا الله يا الله، يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا شاهدا غير غائب، ويا غالبا غير مغلوب. نسألك اللهم أن تجعل النجاح حليفهم أجمعين. اللهم اجعل كل عسير عليهم سهل يسير. اللهم يا حنان يا منان، نسألك اللهم أن تجعل جميع الدروس حاضرة في أذهانهم، وأن تجد الإجابة فور سؤال عنها. اللهم يا رب ارزقهم نور على نور، اجعل لهم في قلوبهم نورا، وفي عقولهم نورا، وفي أسماعهم نورا، وفي أبصارهم نورا. اللهم يا رحمن يا رحيم، ارزقهم جميعا قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن، وألهمهم الصواب في الجواب. يا رب ألهم الصواب في الجواب، وبلغهم أعلى المراتب يا رب يا كريم في النجاح، بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأسعد آباءهم وأسعد أمهاتهم، أسعدهم يا رب بأن يسمعوا أخبارا سارة في النجاح. يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم، يا من جمعت كل شيء من الخيرات والبركات، يا أكرم الأكرمين، افتح لأبنائنا وبناتنا أجمعين ممن يجتازون امتحانات البكالوريا هذه الأيام، افتح لهم خزائن رحمتك، وافتح لهم خزائن كرمك، وافتح لهم خزائن علمك، بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، نسألك أن توفقهم للنجاح، وأن تشرح صدورهم للإيمان والصلاح والفلاح. اللهم يا حنان يا منان يا عظيم الشان يا رب العالمين، نسألك اللهم أن تشرح صدورهم، اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم، واحلل عقدة من ألسنتهم. اللهم يا رب باسمك يا الله الفتاح، افتح عليهم فتوح العارفين بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير يا رحمن يا رحيم. إننا نستودعك ما قرأوه وما حفظوه طول العام، وما تعلموه في جميع المواد،
يا رب ردها إليهم عند الحاجة، رده إليهم عند الحاجة يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إننا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه، اجمع بين أبنائنا وبين جواب صحيح، اللهم اجمعينهم في الخير يا رحمن يا رحيم. اللهم لا سهل إلا ما قد جعلته سهلا، اللهم اجعل الصعب لهم سهلا، اللهم ذكرهم منه ما نسوا، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم كن لهم وليا وكن لهم نصيرا وكن لهم معينا وكن لهم مجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم يا حنان يا منان يا عظيم الشان، يا غفور يا رحمن يا رحيم، افتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، افتح لأدعيتنا أبواب الإجابة. يا من إذا سأله المضطر أجابه، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونستغفرك يا مولانا ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا حكمك، ماض فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في أحد كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا. اللهم يا ربي يا كريم، اجعل القرآن الكريم مفتاحا للخير لكل أبنائنا وبناتنا ولكل من يسعى في الخير في هذا البلد الأمين. آمين آمين يا أرحم الراحمين، بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاء الغد بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم يا حنان يا منان، نسألك اللهم أن تجعل جميع الدروس حاضرة في أذهانهم، وأن تجد الإجابة فور سؤال عنها. اللهم يا رب ارزقهم نور على نور، اجعل لهم في قلوبهم نورا وفي عقولهم نورا وفي أسماعهم نورا وفي أبصارهم نورا. اللهم يا رحمن يا رحيم، ارزقهم جميعا قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن، وألهمهم الصواب في الجواب. يا رب ألهم الصواب في الجواب، وبلغهم أعلى المراتب يا رب يا كريم في النجاح، بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأسعد آباءهم وأسعد أمهاتهم، أسعدهم يا رب بأن يسمعوا أخبارا سارة في النجاح. يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم، يا من جمعت كل شيء من الخيرات والبركات، يا أكرم الأكرمين، افتح لأبنائنا وبناتنا أجمعين ممن يجتازون امتحانات البكالوريا هذه الأيام، افتح لهم خزائن رحمتك، وافتح لهم خزائن كرمك، وافتح لهم خزائن علمك بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، نسألك أن توفقهم للنجاح، وأن تشرح صدورهم للإيمان والصلاح والفلاح.
اللهم يا حنان يا منان يا عظيم الشان يا رب العالمين، نسألك اللهم أن تشرح صدورهم، اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم واحلل عقدة من ألسنتهم. اللهم يا رب باسمك يا الله الفتاح افتح عليهم فتوح العارفين بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا رحمن يا رحيم، إننا نستودعك ما قرأوه وما حفظوه طول العام وما تعلموه في جميع المواد، يا رب ردها إليهم عند الحاجة، رده إليهم عند الحاجة يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع بين أبنائنا وبين جواب صحيح، اللهم اجمعناهم في الخير يا رحمن يا رحيم. اللهم لا سهل إلا ما قد جعلته سهلا، اللهم اجعل الصعب لهم سهلا، اللهم ذكرهم منه ما نسوا، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم كن لهم وليا وكن لهم نصيرا وكن لهم معينا وكن لهم مجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم يا حنان يا منان يا عظيم الشان يا غفور يا رحمن يا رحيم، افتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، افتح لأدعيتنا أبواب الإجابة. يا من إذا سأله المضطر أجابه، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونستغفرك يا مولانا ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا حكمك، ماض فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في أحد كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا. اللهم يا ربي يا كريم اجعل القرآن الكريم مفتاحا للخير لكل أبنائنا وبناتنا ولكل من يسعى في الخير في هذا البلد الأمين. آمين آمين يا أرحم الراحمين. بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاء الغد بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.